أهلا وسهلا فيكم في قناة اليوميات. طبعا اليوم بوريكم طلبيتي من شي أن. طبعا طلبت طلبية من شي أن خصيصا من براند ديزي. ليش براند ديزي؟ عندهم الأشياء ترند وأكثر أشياءهم على ستايلي. طبعا إذا ما تلاحظون لهذه المرة ماما مو قاعد تصورني. ليش؟ لأن الطلبية كلها أنا مختارتها وجايبة أشياء لي وجايبة أشياء لأهلي، طبعا كلها من ذوقي. فبوريكم الشريط، بس قبل أن ننتهي هذا الفيديو لا تنسون الاشتراك واللايك وفعل جرس التنبيه عشان يصلكم كل جديد. وبعد عندي لكم كود خصم الديزي. طبعا ديزي جن مرة 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 أنا أحبه ودائما أطلب منه، عشان كذا جبنا لكم كود خصم اللي هو LoveDaisy1492. ماما بتحط لكم هنا يخصم لكم 15%. والحين بنوريكم ايش طلبت من شي ان ديزي. اول شيء اللي هي التيشيرتات. انا احب التيشيرتات اللي تيجي اوفر سايزد، باختصار احب كل شيء اللي يجي اوفر سايزد. فطلبت لي تيشيرتات. اول واحدة طلبت هذه بيضة سادة مكتوب عليها، توقع بالفرنسي مدري الصراحة، بس انها كذا شكلها. طبعا من براند ديزي، حسيت انها سادة وكذا حلوة يعني البسها باي مكان. شريت هذه، طبعا شريت كلها الوان سادة، الالوان عرفتوها اليومية. ثاني واحدة شريت هذه الزرقاء، حسيت انها يعني كذا ستايل، ما ادري شلون اشرح لكم، فانكي ولا شيء زي كذا، بس لونها كذا فاقع. وهذا الديزاين اللي هنا مرة كيوت، شوفوا مرة عجبني. طبعا اكيد من براند ديزي، مدري حسيت انها كذا حلوة احطها معاها جينز ولا شيء زي كذا. بعدين خذيت هذه تي شيرت اللي تيجي سودة سادة من قدام، اوكي يعني كذا بس سودة سادة، طبعا اوفر سايز، وفيها هذا من قدام. بعدين من ورا شوفوا فيها كلام in the sky fantastic. شوفوا يعني كذا عرفت اللي سادة من قدام، يعني عادي كذا ألبسها من قدام، ومن وراء فيها كتابة. يعني أنا أحب اللي كذا اللي يجي سادة من قدام. فخذيتها اللون الأسود، أتوقع إنه في ألوان صراحة ما أدري. بعدين آخر تيشيرت خذيتها اللي هي هذه التيشيرت، ما أدري حسيت إنها كذا حلوة. شوفوا الديزاين من قدام كذا أزرق وفيها كتابة، ما أدري حسيت مرة شكلها بيطلع حلو، ومن ورا كذا سادة، ما أدري حسيت إنها حلوة. إن الألوان السادة تقدرون تحطون معاهم أي شيء، يعني أي بنطلون أو يعني أي شيء. فعش كذا خذيتهم، والحين بوريكم الأوتفيتات اللي خذيتها اللي أكثر شيء متحمسة له. الحين بوريكم أول أوتفيت اخترته لي. طبعا الاوتفيتات من ذوقي ومن ستايلي، انا قاعدة احاول اغير في ستايلي، احس ان ستايلي مرة سادة، يعني اذا جيت اطلع ما عندي يعني ستايل معين، او اذا جيت اشتري شيء ما يكون عندي ستايل معين، فيعني اخذ اي شيء وما يعني ما اسوي اوتفيتات. فقلت خلاص بغير ستايلي. فاول شيء شريت هذه اللي تيجي كذا سليفز، اتوقع يسمونها كذا يعني كفر اب كذا، بس تجي طبعا كذا يعني تجي يعني عرفتوا اللي بس كذا يعطي ديزاين للاوتفيت. بلبس تحته يمكن بدي كذا، حسيت انه مره مره حلو. خذيت معاه هذا البنطلون، طبعا هذا البنطلون يجي كذا كذا يعني كارغو، ومن تحت تقدرون تسكنونه او تخلونه مفتوح يعني على كيفكم. مثلا بسكره كذا، شفتوا؟ يعني انتوا على كيفكم، ما ادري حسيت انه بيطلعون حلوين مع بعض، يعني خصيصا ان هذا بيعطي يعني ستايل للاوتفيت. يعني مثلا لو خليت هذا مع بس بودي احس بيطلع مو حلو. فهذا اول اوتفيت طبعا بجربه لكم، يلا خل نروح نجربه ونرجع. الاوتفيت اللي بعده خذيت هذا البنطلون. هذا البنطلون احس انه انا احب البناطيل اللي كذا اللي تجي سويت بانتس،
تجي كذا، يعني لابسة أنا سويت بانس الحين، ما أدري أنا أحب البناطيل كذا تجي مريحة، فخذيت هذا يجي كذا شكله أزرق، شوفوا من هنا كذا، يعني الديزاين حقه الديتيلز حقه مرة حلو، يجي من تحت مفتوح يعني عكس الباقي اللي يجون مسكر، فما أدري أنا أحب البناطيل اللي تجي كذا، أحس إنها يعني كذا غريبة مرة مريحة. وخذيت معاه هذا التوب، طبعا هذا التوب خذيت لون أبيض عشان يناسب مع كل شيء، لأن أنا أحتاج توب أبيض. شوفوا يعني من هنا هذا يعطي يعني الديتيلز تعطي تخلي التوب أحلى بكثير، فما أدري يعني هو توب سادة، فمع بعض حسيت بيطلعون مرة حلوين. يا الحين بروح الأوتفيت اللي بعد، أحس كذا شيء غريب، ليش؟ لأن عادة ماما تصور، فأحس وأنا قاعدة أصور أحس كذا شيء غريب. كم الأوتفيت اللي بعد، طبعا أكثر الملابس اللي شريتها لي ما أدري ليش. المهم فالشيء اللي بعده خذيت هذا الجينز، أنا أحب الجينزات اللي تجي كذا أوفر سايز، فما أدري حسيت إنه حلو. والحين أنا من زمان أنا أبي الجينز اللي يجي كذا، عرفتوا داخل عليه ذا اللون اللي كذا يجي غريب، يجي جينز مرة غريب. طبعا الجينزات أنصحكم إذا بتاخذون جينزات شوفوا تحت يطلع لكم مقاس الجينز، يعني تقيسونه أنتوا وتشوفون إذا مقاسكم صح ولا غلط. عشان كذا أنا الحمد لله طلع المقاس زين علي، وخذيت معه هذا التوب، يجي ساقة بس كذا لونه بني ومكتوب عليه 8، ما أدري ليش صراحة مكتوب عليه 8، بس ما أدري حسيت بيطلعون حلوين مع بعض كذا، فبجرب لكم وبوريكم شكله إذا حلو. خذيت هذا الجينز أوكي بالحالة، ما حطيت معه أوتفيت يعني، بس كذا خذيته لأن أنا أحتاج جينزات. طبعا يجي أوفر سايز، دقيقة بس أكرر، يجي أوفر سايز كذا يعني جينز سادة أوفر سايز. طبعا ما خذيت معاه بلوزة ولا شيء، فقلت بحط معاه هذه البلوزة اللي وريتكم اياها قبل شوي، حس اوفر سايز مع اوفر سايز بيطلع مرة مرة حلو. ف واحلى شيء بذا البنطلون انه تخيلوا يضيق، يعني المقاس على كيفكم، تقدرون تفتحونه كذا يعني وتخلونه وسيع وتقدرون تضيقونه، فانا طلع على مقاسي فبنجربه لكم. لازم اخذ شيء يعني الهيا اوكي، فخذيت هذه الهيا، ما ادري حسيتها على جوها، هي تحب اللي كذا يجي غريب وكذا يجي بيج لونه كذا الفواتح الالوان الفاتحه وكذا، يعني في ديزاين تحب الشيء اللي يجي اوف شولدر اللي يجي يعني الكتف كذا، فقلت هذا بينفع الهيا، المشكله انه بيخلص الشتاء بس ان شاء الله يمديها تلبسها، فاذا لبستها بقول لهم قولوا لنا من ذوق هيفا. المهم ما ادري حسيت ان كذا، شوفوا الديتيلز اللي مدخلينه كذا على بعض، عرفتوا يعني احس مره مره حلو ومره يجنن، فودي الصراحه اخذه لي بس لازم نعطيها يا ناشبتني كل شيء. المهم بعدين اللي بعده خذيت هذه التيشيرت الغريبه اوكي، شلون تجي كذا ابيض يعني بيضه ساده اوكي، ومن هنا شوفوا الديتيلز حقه ينربط ويجي كذا يعني مره مره غريب، حسيت انه شكله حلو. شوفوا شلون يعني من هنا جاي مربوط، يوه جاي من هنا مربوط نفس الوقت انه تخيلوا مفتوح، يعني شلون مفتوح من هنا، يعني غريب غريب مره مره كذا غريب شكله، حسيت انه حلو احط معاه يعني بنطلون كذا لون بيج ولا شيء زي كذا، فخذيته كذا بالحاله. بعدين بسوي معاه اوتفيت من البناطيل اللي عندي. بعدين خذيت هذا الماما، خذيت هذه التيشيرت، احس مو تيشيرت يعني احس كذا شكلها غريب، ما تربط من هنا، طبعا تربط اتوقع على الخصر يعني على مقاسكم اوكي، ومن هنا كذا، طبعا تلبس تحتها مثلا كات ومعاه مثلا كذا بنطلون غريب، حسيت انها ساده وحلوه يعني تلبس معاه اي شيء، لان الصراحه ماما يعني انا ما اعرف اختار الماما، فاخترت لها شيء ساده بس بنفس الوقت في كذا ديزاين غريب،
فما أدري حسيت إنه حلو. بعدين آخر شيء خذيته، خذيت نفس اللي خذيته اللي بالأبيض، بس إنه خذيت اللي يجي بس شولدر، مو شولدر قصدي، بس يجي سليفز، يعني مثلا تلبسون تحتها كات مع جينز وكذا، بس يجي كذا، تخيلوا بس يغطي اللي هنا خلاص، كل ذا يجي مفتوح، يعني يجي كذا غريب. وأنا صرت أحب الحين اللي عرفتوا تحطون يعني اكسسوارات على الاوتفيت وزين الاوتفيت، فحس ان هذا بزين الاوتفيت مره مره كثير، فعجبني وقلت باخذه. طبعا ما خذيته بالحاله، ما سويت معاه اوتفيت، فما ادري حسيت انه كذا مره كيوت ومره حلو. الحين خلصنا، وريتكم الاشياء اللي اشتريتها من شي ان، طبعا مره 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 مستانسة، يعني أول مرة أختار أشياء أنا بالحالي، العادة ماما تساعدني بالاختيارات، ما أدري حسيت إنه مرة مرة حلو يعني اختياراتي وكذا، خصيصا إن أنا يعني جربت ديزاين جديد وستايل جديد من براند ديزي. أوكي الحين بنختم معكم هذا الفيديو، إن شاء الله يكون عجبكم. لا تنسون تستخدمون الكود الخصم اللي هو Love Daisy 1492، يخصم لكم 15%. أنصحكم ادخلوا على براند ديزي من شي ان، من صدق على الترندات، اي شيء تبونه بتلقونه هناك على الترندات. ولا تنسون زر لايك وسبسكرايب والكومنت والشير، فعلوا جرس التنبيه عشان يصلكم كل جديد، وضيفونا على حساباتنا السوشيال ميديا سناب شات انستغرام وتيك توك، وباي.